أحبائي أهلا وسهلا بيكم في حلقة من برنامج ختم النور. المشهد اللي بقترحه عليكم النهاردة هو من مرقس 10:46 ل52. يسوع وصل لأريحة وهو خارج منها معه تلاميذه والجموع، بيجدوا على جانب الطريق جالس شحات أعمى اسمه بارتيماوس. اللي بيحصل لما بيسمع ان يسوع الناصري مار من هنا اخذ يصيح؟ الامر كله بيبدأ بالسمع، ان يسوع بيأتي من هنا، ما بيخليش هذا الخبر يعبر، لكن بيمر في قلبه بيقول مع يسوع يمكن اني اجد حياة جديدة، ممكن اجد نور لقلبي وحياتي. ومن كل قلبه بيستجمع كل قوته بيقول روح ماك يا ابن داود ارح يا يسوع. ينادي يسوع في قلبه في هويته انه يرحمه، لكن الناس حواليه بتريد منه انه يسكت، انه يكتم صوت قلبه، لكن هو كأنه بيعود الى نفسه الى قلبه وبيزداد صياحا. ووسط الزحمة وسط الدوشة يسوع بيتوقف بيسمع صراخ القلب وسط الزحام وبيطلبه، ولما بيطلبه تتغير الأمور. الناس اللي في وقت قالوا له اسكت بيقولوا له تشدد قم لأنه يدعوك. اللي بيقوم بيه الرجل بيلقي الرداء بيجري ويجيء إلى يسوع، ولما بيكلمنا مرقس وبيشرح لنا كأن الرجل بينظر يرى وبيدور بينه وبين يسوع هذا الحوار، حوار الحب والحرية والإيمان. من جهة يسوع بيسأله ماذا تريد أن أصنع لك، وهو بيعبر له عن رغبته في الحياة، ربوني أن أبصر. هو بيختار الحياة بمتطلباتها بدل من أنه يبقى على جانب الطريق بيشحت. هذا الرجل اللي خلصه أنه سمع إلى صوت قلبه، سمع إلى نداء الحياة في قلبه وعبر عنه. يسوع بيقول له هذه الكلمة الرائعة، إيمانك خلصك، قلبك خلصك، استمعت لقلبك، وثقت بالحياة، أمنت بالمستحيل، فصرت بصيرا، النور ظهر في قلبك فأنار عيونك، لأن قلبك نور، عيونك نورت، وحياتك نورت. والراجل بيقول حياتي إني أكون معك أنت يا يسوع، فبيقوم أبصر من وقته وبيتبع يسوع في الطريق. الحياة النهاردة ما بقتش في البصر اللي استعاده هذا الرجل، لكن إنه يربط مصيره وحياته بيسوع ويتبعه في طريقه. أحبائي، نلتقي في حلقة قادمة من برنامج ختم النور.